السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من تصفية قيادات وعناصر مهمة وحساسة في الحرس الثوري الإيراني خلال ضرباتها الأخيرة على جماعة الحوثي في اليمن. الأمر تم خلال الاستهدافات الأخيرة التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية في اليومين الماضيين على جماعة الحوثي في اليمن، مثل ما نشر هنا ومثل ما نشر هنا من قبل القيادة المركزية، ضربات أمريكية مباشرة على هذه الجماعة. الضربات هذه التي تحدثت عنها القيادات المركزية قالت بأن جماعة الحوثي كانت تهيئ لاستهداف باتجاه خليج عدن، قاموا بنصب إحدى المنصات لإطلاق الصواريخ باتجاه خليج عدن ووضعوا عليه إحدى أو حملوه بصاروخ إيراني صنع من أجل القيام بهذا الاستهداف. والولايات المتحدة لاحظت هذا التحضير لهذا الاستهداف وتحركت USS دوايت آيزنهاور حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة بانطلاق ومن خلال انطلاق طائرات F-18 سوبر هورنت لتحقق هذه الضربة المباشرة على هذه المنصة وتدمرها كضربة استباقية واضحة لمنع جماعة الحوثي من القيام بالمزيد من التهديدات. قبلها بيوم أي في 19 من يناير كانت هنالك 3 منصات قامت جماعة الحوثي بتنصيبها أيضا محملة بالصواريخ الإيرانية الصنع المضادة للسفن مستهدفة جنوب البحر الأحمر هنا في هذه المنطقة باتجاه مضيق باب المندب، وقاموا أيضا باستهدافها. وقبلها بيوم في 18 من يناير كانت هنالك أيضا منصتين قاموا بنصبها باستهداف نفس المنطقة البحر الأحمر، وبالتالي حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور بحسب العديد من المصادر الغربية أكدت هذه الضربات التي جرت هنا بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. المثير هو أن المصادر اليمنية من الداخل، الأوساط اليمنية لا بل حتى المصادر العربية تحدثت بأن هذه الضربات الأخيرة وتحديدا الضربة على هذه المنصة التي جاءت في محافظة البيضاء أدت إلى مقتل عناصر في الحرس الثوري الإيراني، عنصرين هما الذين طبعا قتلا بهذه الضربة بالإضافة إلى العديد من العناصر في الحرس بالقرب من المنصات الثلاثة التي كانت تبحث عن استهداف البحر الأحمر، كانوا يشرفون على عملية وضع الصواريخ ميدانيا من أجل تحقيق هذه الاستهدافات. وما جرى في البيضاء أيضا ذكر بأن هنالك عنصرا من جماعة الحوثي في اليمن كان موجودا بالقرب من هذه المنصة، قتلوا جميعا من خلال هذه الضربة، ومباشرة جماعة الحوثي قامت بنقل هذه الحقيقة الجثث الموجودة في هذه والتي تعرضت إلى هذه الضربة وقاموا بنقلها مباشرة إلى صنعاء بشكل مباشر، وحاولوا التعتيم على ما جرى، حاولوا إخفاء ما جرى في هذه المنطقة لأن المسألة أصبحت خطيرة للغاية، ويعلمون تماما بأن عملية نقل هذه الجثث والتعتيم عليها هي مسألة في غاية الأهمية، وذلك لكي لا يقطع هذا الدعم من الجانب الإيراني ولكي لا يورط إيران بشكل مباشر في هذه المسألة، لأنه أيضا سيكون صعبا على إيران على مستوى مجلس الأمن الدولي ولن تتمكن من الخلاص من هذه التهمة الموجهة لها. وطبعا من المصادر الداخلية التي نتحدث عنها هنا بالنسبة للجانب اليمني هو راشد معروف، إحدى أهم المصادر الموجودة في الداخل اليمني، ذكر بأن هنالك قيادي حوثي كبير قد قتل لم يذكر اسمه مع 2 من قيادات إيرانية قتلوا بهذه الضربة، وهو يشير هنا إلى الضربة التي جرت في محافظة البيضاء كما تلاحظون في الساعة 8:30 طبعا من مساء يوم أمس. وتحدث أيضا بأن هنالك قيادات كبيرة بضربة أخرى مختلفة وقد أدت إلى مقتل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وهم خبراء على المستوى الصاروخي مهمين للغاية ويعملون على ويقومون بتنفيذ أدوار مهمة في هذه الاستهدافات في خليج عدن وكذلك البحر الأحمر. لا بل إن حتى سكاي نيوز عربية اليوم كانت قد ذكرت بأن هنالك مقتل لأكثر من 75 شخصا بينهم خبراء من الحرس الثوري وحزب الله بالضربات الغربية على اليمن. وكالة رويترز يوم أمس في 24 ساعة الماضية قالت إن هنالك مقرات مختصة ومقرات خاصة بالحرس الثوري الإيراني لقيادة كل هذه العمليات، وهي ذكرت مباشرة بأن هنالك مقرا للحرس الثوري الإيراني موجود في العاصمة اليمنية صنعاء تتواجد فيها قيادات مهمة للحرس الثوري الإيراني من ضمنهم مسؤول الملف الإيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، موجود هو وعدد من المعاونين والقيادات يستخدمون هذا المقر في صنعاء للإدارة والإشراف على كل هذه الضربات التي تأتي
في هذه المياه الإقليمية، وبالتالي نحن أمام سفنا إيرانية تلعب أدوارا كبيرة على المستوى الاستخباري، أشهرها هي سفينة بهشاد المتواجدة في خليج عدن والمتمركزة تقريبا هنا في هذه النقطة، وكذلك أن هنالك شحنة مستمرة للأسلحة من قبل الجانب الإيراني لجماعة الحوثي، وجماعة الحوثي أساسا لم تتوقف رغم كل الضغط الذي تعرضت له من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلف حارس الازدهار وإعادة إدراجه في قوائم الإرهاب. الأمر لم يغير من رأي جماعة الحوثي، بل ازدادوا إصرارا في استهدافاتهم على هذه المنطقة وأبقوا مضيق باب المندب محاصرا تماما، وهذا هو الأمر الذي جعل الآن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا المنتشرة في البحر الأحمر وفي خليج عدن بحسب واشنطن بوست وبلومبرغ أن يبدأوا بوضع خطة الآن للبدء بحملة عسكرية مكثفة على جماعة الحوثي، وذلك من أجل شل قدرات جماعة الحوثي، ليس كما يجري الآن ضرب منصة أو منصتين أو ثلاثة أو 14 منصة أو غيرها، لا، أن تكون هنالك حملة كبيرة عسكرية لضرب كل قدرات جماعة الحوثي، وكذلك هم يعملون وسيعملون خلال هذه العملية على منع الإمدادات القادمة من الحرس الثوري الإيراني لجماعة الحوثي لتستفيد من هذه الأمور وغيرها في عملية الاستهدافات، وكذلك قد نرى شيئا يأتي باتجاه بهشاد، قد يكون تشويش وقد يكون حتى استهداف بأي شكل من الأشكال في ظل هذا الانخراط الكبير، ولأن الولايات المتحدة وبريطانيا تجد بأن هنالك عملا استخباريا وعملا ميدانيا وإداريا وعسكريا يأتي بشكل كبير في هذه المنطقة، وبالتالي هي عليها التصرف والتصرف بشكل مباشر، وقالوا بأن هذه الحملة العسكرية بحسب الواشنطن بوست هي لن تكون كما جرى في العراق أو كما جرى في أفغانستان وما رأيناه حتى في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي بأن الأمر سيطول وغيرها، لا أبدا، ولكن لم يتمكنوا من وضع تقدير حقيقي لطبيعة متى سيتمكنوا من إضعاف جماعة الحوثي بشكل عام. مع ذلك هذه التفاصيل وهذه المصادر ذكرت بشكل واضح بأن هنالك قلق لدى المسؤولين الأمريكيين من هذا السيناريو. القلق الأول هو أن الوضع الاقتصادي الموجود في اليمن المتردي للغاية ممكن أن ينهار بسبب بهذه الحملة العسكرية التي ستكون مكثفة على جماعة الحوثي، وبالتالي هذا سيؤدي إلى المزيد من التمزق، المزيد من الصراعات في هذا البلد الذي طبعا تأثر كثيرا بكل الحروب التي واجهها على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، زعزعة من الداخل سيعني أيضا تهديدا للدول المحيطة باليمن بشكل عام. هذه واحدة من الأمور التي تحدث عنها المسؤولين الأمريكيين للواشنطن بوست، بالإضافة إلى ذلك إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون في نقطة حرج نوعا ما فيما سيجري هنا، سيبدو وكأنه دخل بحرب مباشرة في الشرق الأوسط وضد جماعة الحوثي رغم كل الانتقادات التي جاء ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حربها في العراق وفي حربها في أفغانستان، سيجد نفسه موجودا في حرب هنا في هذه المنطقة، وهو الرجل الذي عمل على عدم توسيع هذه الحرب مع بدء ومع الحرب التي تجري اليوم في قطاع غزة بأنه لا يريد حربا إقليمية، ولكن ها هو يدخل بحرب مباشرة مع جماعة الحوثي، وهذا أيضا سيقوض طبيعة سياسته الخارجية التي تعمل بالأساس على التركيز في مواجهة الصين وكذلك في مواجهة روسيا. سيتغير الوضع، الولايات المتحدة منتشرة في الشرق الأوسط وتركز على الشرق الأوسط بشكل كبير، وكذلك أن الكونغرس انتبه لهذه المسألة بحسب أيضا ما نشرته بلومبرغ، وأكدت بأن هنالك انتباه كبير بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستضعف مع الوقت الخزين من السلاح الخاص بالجنود الأمريكيين مع كل هذا الاستخدام الكبير لهذه الأسلحة على جماعة الحوثي، أن هنالك استنزاف للقوة الأمريكية، بينما الصين ليست في حرب، هي دولة تريد أن تصبح الأعظم اقتصاديا الأعظم عسكريا، وبالتالي أي مواجهة مستقبلية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ولم يأخذ احتياط أو لم تأخذ الولايات المتحدة احتياطها من استنزاف مواردها وسلاحها في هذه المعركة في إرسال سلاحها لأوكرانيا ولغيرها ستكون في موقف صعب. لذلك الكونغرس الآن تحرك من أجل الإقرار واعتماد موازنة مهمة للغاية لتعزيز الاحتياطات الخاصة بالجيش الأمريكي استعدادا لأي حرب مستقبلية ضد الصين في ظل كل هذه الظروف التي نتحدث عنها. بالتالي الظرف خطير للغاية وحتى صعب على الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن الأمور متجهة إلى هذا الطريق بحسب المصادر التي ذكرناها. بكل تأكيد الاستهدافات للحرس الثوري الإيراني لا تأتي فقط في الداخل اليمني، لا أبدا، بل يوم أمس كنا أمام حادث كبير للغاية وعملية اغتيال كبيرة وناجحة
تمكنت من تنفيذها إسرائيل في العاصمة السورية دمشق، اعترفت بها طبعا المصادر الإيرانية مثل نور نيوز وكذلك الصحف الإيرانية التي أكدت مقتل 5 مستشارين من الحرس الثوري الإيراني في هذه الضربة التي جاءت على دمشق، ونشروا صورهم بهذا الشكل. وهذه هي الضربة واللحظات الأولى من الضربة التي طالت منطقة المزة في نقطة معينة في منطقة المزة، وهذا هو الدمار كما تلاحظون لهذه الضربة التي أدت إلى مقتل هؤلاء المستشارين في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. وإذا ما حاولنا أن نحدد الموقع، الحديث هنا بأن هذا الجامع هو جامع المحمدي في المزة. تلاحظ من شكله الهندسي المعماري المميز، هو يأتي بهذا الشكل، وتلاحظ أيضا بأننا أمام منارة لهذا الجامع بكل تأكيد، وأيضا نحن أمام أشجار، وبعدها يأتي هذا المبنى المستهدف الذي نراه أمامنا. وأيضا من التصوير من الشخص الذي صور هذا المقطع يوضح لك بأن هنالك مبنى كبير بصحون ساتلايت كما هو واضح كثيرة على هذا المبنى. وأيضا ستلاحظ بأن هنالك طريق أيضا يفصله طبعا، وهذه هو دخله، وليقف على مستوى دخله بالقرب من السياج الخاص لهذا المبنى الذي دمر. ليس هنالك شيء يربط هذا المبنى الذي تحدثنا عنه مع بناء كبير يبدو وواسع بهذه المنطقة، يوضح بأننا أمام دخله أيضا بهذا الاتجاه. وهذه الأمور وهذه العلامات مفيدة للغاية عندما نتجه إلى العاصمة السورية دمشق التي شهدت هذا الحادث وهذه الضربة الكبيرة من إسرائيل. و هنا نتجه مباشرة إلى المزة، وهذه المزة واحدة من أهم المناطق وأرقاها في العاصمة السورية دمشق، وهذا هو جامع المحمدي الذي نراه طبعا بكل تأكيد، واضح من الهندسة المعمارية الخاصة به والتصميم متطابق مع ما رأيناه. وبالتالي إذا ما توقفنا هنا فستلاحظ بأن واضح جدا من الشكل الذي رأيناه يتطابق مع هذه النقطة. تلاحظ هنا المنارة الخاصة بهذا الجامع، هذه هي الأشجار، وإذا هذا هو المبنى الذي استهدف والذي كان يتواجد فيه مستشاري الحرس الثوري الإيراني كما نلاحظ. نفس العلامات تماما هنا في هذه النقطة، الأشجار، وهذا هو المبنى المستهدف. ولنتأكد بشكل أكبر سنتجه إلى المبنى الآخر الذي كان ظاهرا إلى اليمين، الذي قلنا بأن هنالك صحون أو دش صحون للساتلايت خاصة به. ستلاحظ بأنك أمام هنا العلامات، الأشجار، المبنى، وهذا هو الشارع، وهذه الدخلة الفرعية، وهذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه بالصحون السترات التي تحدثنا عنها. لا شيء هنا، مبنى نوعا ما كبير يبدو، ومع الدخلة واضحة جدا هنا. وبالتالي المصور كان يقف تقريبا بهذا الاتجاه يصور كل هذه المنطقة بأكملها، وهذا يوضح أن هؤلاء المستشارين الذين قتلوا هنا قد قتلوا طبعا باستهداف كبير واختراق هائل. وهذا المبنى في الخلف هو السفارة اللبنانية الموجودة في دمشق، وليس بالمبنى العادي أبدا الذي استهدف بهذا الشكل. وأهم هذه الشخصيات التي قتلت من هؤلاء المستشارين هو حاج صادق زادة. هذا الرجل هو مسؤول المخابرات في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني برتبة عميد، الرجل مقرب للغاية من رضا موسوي قائد فيلق القدس في سوريا هنا، والذي قتل قبل أسابيع قليلة في السيدة زينب وفي منطقة السيدة زينب في دمشق، هو مقرب منه تماما. وكذلك أن صادق زادة يعتبر هو أحد الأذرع وأحد الأيادي المهمة لقاسم سليماني في سوريا بشكل عام منذ اندلاع الاحتجاجات بوجه النظام السوري، نظام بشار الأسد. كانت هنالك الكثير من الاحتجاجات طبعا التي اندلعت في هذه المنطقة، وهو المسؤول الأساسي أيضا على الاستهدافات التي جاءت ضد القوات الأمريكية بشكل عام، هو المسؤول عن تصعيد وتيرة الاستهدافات ضد الجيش الأمريكي، وكذلك الاستهدافات أيضا ضد المدرعات والسيارات الأمريكية. عمل على مستوى استخباريا في هذه المنطقة عالي للغاية، وبالتالي هو له ارتباط كبير بالفصائل المسلحة المقربة من إيران في تحقيق هذه الضربات وفي تنسيق هذه الضربات بشكل عام. بالتالي هذه خسارة أخرى تضاف إلى الجانب الإيراني في هذه المنطقة. وكذلك أن الاستهدافات تجاه حزب الله اللبناني
مستمرة ومشتعلة للغاية، وكان هنالك استهدافا قد شهدناه يوم أمس تجاه إحدى العربات أو السيارات الخاصة بحزب الله اللبناني. الأمر أدى إلى مقتل عنصرين في حزب الله. كذلك اليوم في كفرة في جنوب لبنان كان هنالك استهدافا أدى إلى مقتل عنصرين في حزب الله اللبناني وخمسة جرحى. واحدة من هذه العناصر هو مسؤول وحدة الحماية للشخصيات المهمة في حزب الله اللبناني، أيضا قد قتل بهذه الضربة. اغتيالات مستمرة من إسرائيل طبعا تجاه حزب الله اللبناني، بل أن إسرائيل وجهت تحذيرا واضحا جدا بحسب ما نقلته أوسنت ديفندر عن طريق مسؤول إسرائيلي، وجهت مرة أخرى تحذيرا للجميع بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تحل الأمور بشكل دبلوماسي مع حزب الله اللبناني بحسب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 فإننا سنبدأ بحملة عسكرية تجاه حزب الله اللبناني. ببساطة للغاية هنا نلاحظ هذه هي الحدود الجنوبية للبنان، وهذا هو الخط الأزرق الذي يعبر عن الحدود الفاصلة بين إسرائيل وبين جنوب لبنان، وهو الذي أوجدته طبعا الأمم المتحدة آنذاك في عام 2000 في حقيقة الأمر لسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وبالتالي ما تريده هنا إسرائيل من خلال هذا القرار وتطبيقه هي تريد أن ينسحب حزب الله اللبناني خلف نهر الليطاني الذي ترونه أمامكم هنا، وأن يكون هنالك انتشارا للجيش اللبناني في هذه المنطقة في الحدود مع إسرائيل، وأن يكون هنالك تعزيزا أيضا لتواجد قوات اليونيفيل بشكل عام، وبالتالي هذه المنطقة تصبح منزوعة للسلاح، لن يكون هنالك سلاحا خارج إطار الدولة والقانون، وهذا الأمر يرفضه حزب الله اللبناني بشكل واضح. ولذلك إسرائيل الآن تقول إن لم تحل الأمور بهذه الطريقة التي أتحدث عنها سنبدأ بعملية كبيرة لتأمين هذه المنطقة بأنفسنا ولننزع السلاح من هذه المنطقة بأكملها. وبالتالي الظروف لا زالت خطيرة في هذا الموقف أو في هذا الموقع، ألا وهو في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، وإسرائيل محرجة فيما يجري هناك في الشمال الإسرائيلي لأن هنالك الإسرائيليين غير قادرين على العيش في شمال إسرائيل، مسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل مهمة للغاية. بالتالي الأمور ببساطة مشتعلة مع حزب الله، مشتعلة في سوريا، مشتعلة مع جماعة الحوثي في اليمن بشكل كبير، استهدافات من الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق، أسقطوا طائرة MQ-9 ريبر مؤخرا في المقتادية، وأيضا استهدفوا قاعدة عين الأسد بالصواريخ البالستية وغيرها، 20 صاروخ تقريبا أدى إلى إصابة ما لا يقل عن جنديين أمريكيين بالإضافة إلى إصابة جندي عراقي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية متوقع تماما أن يكون لها رد على كل هذه الضربات، خاصة وأن الحكومة العراقية لم تظهر أي عمليات رادعة أو أي عمليات استباقية للتصدي لهذه الهجمات أو إلقاء القبض على أي أحد ممن نفذوا هذه العملية، بالإضافة إلى التطور النووي الإيراني المستمر في هذه المنطقة. وبالتالي نلاحظ أن هنالك تركيز كبير على اليمن، على لبنان، على سوريا، على العراق، على إيران وتقدمها النووي، وبالتالي هنالك تشتيت للجبهات، تشتيت للتركيز، أصبحت هذه المواضيع هي الأهم، حتى أهم مما يجري في قطاع غزة، وهذا قد يخدم إسرائيل كثيرا في هذه المعركة ضد الفصائل الفلسطينية في الأيام القليلة القادمة، لأن الأمور والأخبار كلها تتحدث عن هذه المنطقة، وهذه هي مع العلم والاطلاع بأن ما يجري في غزة هو الذي أشعل هذه المعركة بشكل عام. وسنلاحظ أن غزة بشكل عام باللغة الإنجليزية عندما تضعها في جوجل ترند ستجد بأنها ارتفعت بشكل كبير في أكتوبر في نوفمبر وغيرها، ولكن لاحظ كيف انخفضت مسألة البحث عن غزة هنا باللغة الإنجليزية وهنا باللغة العربية، نفس النتيجة، لا أحد يهتم بما يجري الآن بشكل كبير في قطاع غزة كما كان عليه أو كما كانت عليه الأمور في السابق. وما هو مثير أن هذه الحرب لا زال طريقها طويل في قطاع غزة. الوول ستريت جورنال نشرت تقييما أمريكيا مثيرا من الاستخبارات الأمريكية أكدت من خلاله بأن القوات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة تمكنت من قتل من 20% إلى 30% فقط من جنود حركة حماس رغم كل الدمار الذي نراه اليوم في قطاع غزة. هذا يوضح أن حماس لا زال لديها الكثير لتقدمه على أرض المعركة، بالإضافة إلى أن خزين الأسلحة والصواريخ الذي تمتلكه حركة حماس بحسب هذا التقرير هو لا زال كافيا ومهم للغاية وكافيا لأشهر في الاستهدافات القادمة على جنوب وعلى وسط إسرائيل بحسب هذا التقرير. بالتالي هذا يعني ببساطة بأن الأمور مرشحة أن تتصاعد بشكل كبير في الفترة القادمة بسبب إطالة الحرب
في قطاع غزة، اغتيالات، انفجارات، احتماليات لحرب إقليمية.